مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حوار اليوم. تشكل الزياده السكانيه في الوقت الراهن تحديا والتصدي لها احد القضايا المهمه التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاوله البرلمان والحكومه، لانها تلتهم ثمار التنميه. فاساس المشكله السكانيه هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصاديه، ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي. حول هذا الموضوع يشرفنا في حلقة اليوم الدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية الإحصائية المصرية وأستاذ السكان بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا ستي. مشاهدينا نلتقي بعد هذا الفاصل. تعد مسألة الزيادة السكانية في مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، إذ إن معدل الزيادة السنوية يصل إلى حوالي 2.5 مليون مواطن سنويا، وهذه الزيادة تمثل ضغطا هائلا وخطرا كبيرا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، كما إنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة كبيرة تهدد الدولة المصرية، حيث إن السكان يزيدون بمعدل يتجاوز 2.6% سنويا. فمع تخطي تعداد سكانها 102 مليون نسمة، تصبح مصر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشر عالميا. المشكلة السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، ولا جدال في أن الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري تعتبر من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما إنها تمثل حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي، إذ إن معدلات النمو الاقتصادي لابد أن تعادل 3 إلى 4 أضعاف معدلات النمو السكاني حتى يشعر المواطن بأثر النمو الاقتصادي وأثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية. وترجع أسباب الزيادة السكانية في مصر إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر وانخفاض الوفيات بين المواليد، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما إنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري فاعلة حتى وقتنا هذا. دكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية الإحصائية المصرية وأستاذ السكان بجامعة القاهرة، يعني استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية 2030 وما تمثله من قضية أمن قومي، هل نتائجها كانت إيجابية؟ يعني ما نقدرش نقول إنها إيجابية 100%، حققت بعض النتائج، ولكن لا زالت المشكلة قائمة ولا زالت أثرها مستمرة وتداعياتها مستمرة، ويمكن ده اللي دعا الرئيس إن هو يتقدم بمبادرة اللي هي الخاصة بالأسرة المصرية. لسد النقص في المفروض الخطط والاستراتيجيات اللي مصر متبنياها منذ ستينات القرن الماضي. مبادرة اسمها مبادرة الأسرة المصرية. نعم، حضرتك قلت مبادرة الأسرة المصرية.
الأسنان المصرية في يناير اللي فات يعني قدم لسيادته بعض الأفكار أو الإجراءات بنسميها أسماء كثيرة تهدف في النهاية إلى توفير حياة كريمة للشعب المصري. ويمكن زي ما بيقولوا إنها بتركز في السنة الأولى على المتمتعين بمبادرة الرئيس برضو الخاصة بتوفير حياة كريمة لمجموعة من المحافظات. يعني نقدر نقول يعني ما هي أهم محاور الاستراتيجية المصرية لتصدي مشكلة الزيادة السكانية؟ الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة المشكلة السكانية ما بتفرقش ما بين مصر ودول كتير، لأن المشكلة بتبقى واضحة. ويمكن احنا في مصر حددنا مظاهر المشكلة في ثلاث نقاط أساسية أو ثلاث محاور، اللي هي النمو السريع للسكان، والنقطة الثانية سوء توزيع السكان، على أساس إن احنا عايشين في 7 و8% من العمران، ثم انخفاض الخصائص السكانية من حيث التعليم والصحة والفقر وكل هذه الصفات برضو احنا عندنا تجني منها. احنا كمصر شهدنا تقدم خلال الثمانينات الأخيرة والتسعينات، وبدأ معدلات المواليد تنخفض، وبالتالي معدل النمو كان بدأ ينخفض، إلى أن بصت علينا أو دخلت فينا بعض الأفكار اللي سميها رجعية أو سميها متحفظة، اللي هي مختفية تحت ما دعاءات دينية إذا قلنا كده. وبعدين في وقت ما تمكن الأخوان من الحكم حوالي سنة ولا سنة شوية برضو حصل ردة، وبعد ما كان المواليد أو معدلات المواليد بدأت في الانخفاض لقيناها وقفت ثبتت يعني، وبعد فترة لقيناها ابتدت ترتفع تاني. في يعني شعور بأن هناك انخفاض في معدلات المواليد حاليا، انخفاض طفيف، ولكن ممكن البناء عليه لو عندنا العزيمة والقدرة والالتزام. لأن أنا في رأيي مواجهة المشكلة السكانية مش بس ببعض الإجراءات زي ما في الغالب هتسألين عليها، اللي هي توفير الوسائل والإعلام والحاجات دي، ولكن إدارة العملية دي محتاجة حزم، وحزم كبير، ومتابعة، ومتابعة جادة، علشان نخرج بقى من عنق الزجاجة ده. يعني حضرتك قلت إنها مش محتاجة فقط توفير وسائل ولا إعلام، محتاجة أساليب تانية حضرتك شايفها مختلفة، إدارة تانية وحزم من أي نوع يعني؟ يعني الكلام اللي اتقال عن الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة ليها، إنما حاجات يعني برضو يعني المحاور اللي تم الحديث عنهم، محاور خاصة بالتعليم، ومحاور خاصة بتوفير الوسائل، ومحاور خاصة بتوفير نظام معلومات إلكتروني لمتابعة التقدم في تنفيذ أهداف الاستراتيجية أو الخطة التي أعلنت. ولكن الكلام ده عاوز إدارة، وإدارة حازمة. وأنا عشان أتكلم على إدارة ما بتكلمش على وكيل وزارة أو حتى وزير، أنا محتاج
رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء يكون مسؤول عن ملف السكان ويتم متابعته مش عاوز أقول يعني اليومية بالنسبة لماذا تحقق من نتائج وفين الإخفاقات وهل هي في القاهرة الإخفاقات ولا في المنيا ولا في طنطا. طب إيه الإجراء اللي يجب أخذه يعني بسرعة علشان نقدر نحقق النتائج. فالكلام حلو لما بنتكلم على هنوفر وسائل هنبقى في حملة إعلامية هنحط مقررات سكانية للطلبة اللي هم طلبة الجامعات اللي هم أباء وأمهات بكرة. فمش بس كده إنما مين يدير العملية دي ويتابعها بحزم وليس بمجرد تقارير. احنا عندنا سياسات زي ما قلت من الستينات في فترة معينة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حصلت نتائج لا بأس بها وكان عندنا أمل إنها تستمر، ولكن لأن في ردة في تحقيق النتائج المرجوة، وبالتالي يعني الدراسات أثبتت أن يجب أن يكون هناك يعني آلية وآلية حازمة. المبادرة الأخيرة بتاعت الأسرة المصرية دي فيها أن هو إنشاء آلية يعني ما هي كتكرار للمجلس القومي للسكان، ولكن المجلس القومي للسكان يجب أن يكون وزارة زي ما كان ومسكه وزير أو نائب رئيس وزارة عشان تبقى فيه متابعة يومية على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المحافظات وتحميل المحافظين مسؤولية المتابعة وتوفير الخبرات اللي ممكن تتعامل مع الإخفاقات إذا حصلت أو تشجيع النجاحات ونستفيد منها. مصر سياستها السكانية وفي السنين اللي فاتوا يعني دول كتيرة جت خدت خبرتنا زي ما احنا خدنا خبرتنا برضو من دول كبيرة، بس مصر فعلا حققت نتائج وكان كل شوية تبص تلاقي الوفود جاية عاوزة تستفيد من خبرة مصر فيما تحقق من نتائج، وكان عندنا أمل طبعا أن النتائج دي هتستمر وبكرة هيبقى أحسن من النهاردة وهلما جرى، ولكن للأسف ما حصلش كده. وعشان كده بقول يمكن ده اللي دعا الرئيس أن هو يقول المبادرة أو يعلن المبادرة الخاصة بالأسرة المصرية. هل المجلس القومي للسكان مازال قائما؟ لا لازال قائم، واللي على راسه دكتور نائب وزير. ولكن برضو احنا او يعني في الخبرات اللي وصلنا لها خلال السنين اللي فاتوا او العقود اللي فاتت ان هو مش كفايه نائب وزير او وكيل وزاره، ولكن محتاج يعني مستوى اعلى بحيث يقدر يكلم الوزير ده او يكلم المحافظ ده من موقع منصبه، وبالتالي نتوقع استجابه من الوزراء او من المحافظين كل في مجاله عندما يتحدث لهم سيد نائب رئيس وزاره يسميه نائب رئيس وزاره للسكان للتنميه السكانيه مسميات كثيره، ويكون في شبه تفرغ له وتوفير الامكانات. وبعدين الحمد لله يعني دلوقتي الانظمه الالكترونيه بتساعد على المتابعه، ولكن بعد المتابعه اللي بيجرى لازم يكون في اكشن او يعني تصرف تصحيحي ويكون سريع وليه اولويه. فما ينفعش يعني ان احنا نقول يعني فلان يشوف الموضوع او كذا او كذا، لا احنا عايزين شخص في مستوى كويس جدا ان في نائب وزير، بس احنا طماعين
من واقع خبرتنا الإعلام هي محتاجة مستوى أعلى من نائب وزير كمان. يعني دكتور هشام، من حضرتك شايف أنه العقبة الأساسية بالنسبة للنمو السكاني أنه هي، هل هي العادات والتقليد أم أن هي عقبة اقتصادية؟ أنه الناس بتجيب أولاد لأنه هم بيعينوهم بعد كده على العمل، وده بنجد من الانتشار أعداد كبيرة في الإنجاب في الطبقات الفقيرة، بنلاقيش طبقة متوسطة أو طبقة بتعلم أولادها بتجيب العدد كبير ده من الأولاد، أو إنه هو بيكون نوع من أنواع العادات والتقاليد مثلا كأفكار قبلية أو كأفكار اللي هم بيدوروا على الولد أو حاجات كده. كل الكلام اللي قلتيه طبعا مع بعض يعتبر من الأسباب، وأيضا الأفكار الدينية اللي هي زادت علينا في الفترة الأخيرة. نعم، وأيضا الأفكار الدينية ما كانتش حاكمة الموضوع بشكل ما كانتش موجودة ورجعت يعني. طبعا دي كلام أساسي. العادات والتقاليد طبعا ما نقدرش ننساها، وتغيير العادات والتقاليد محتاج وقت بس محتاج شغل. ما نقولش ده لسه بعد 10 سنين 20 سنة، وإحنا شغالين أهو يعني كحكومة في مواجهة المشكلة، ولكن عاوزة شغل. وأتذكر من قيمة كام سنة لما كان الدكتور أستاذنا الدكتور ماهر مهران كان مسؤول عن الملف ده، وكان الراجل يعني بيصحى وينام على المشكلة ومتابعتها وهلم جرى. فالعادات والتقاليد دي مهمة. حكاية الزواج المبكر والإنجاب المبكر، يعني البنية لما تتجوز لازم بعد 19 أشهر تبتدي حماتها ويمكن أمها ويقول لهم فين يلا بقى فرحونا والكلام، وبعد شوية يقولوا له مش هتخاوي الولد ولا تخاوي البنت، هيبقى وحيد لازم تخويه. فكل ده وارد وده اللي بيحصل، ولازم يعني نؤمن بكده حتى في الطبقات المتعلمة الكلام ده بيحصل. حكاية الفقر مهمة جدا، ان فعلا بنلاقي البواب ولا ما شابه يتجوز على طول لازم يخلف، وعشان واحد واثنين وثلاثة علشان يقدر اولا يساعدوه لما يكبر ماديا ويساعدوه في الشغل، وبيبقى قاعد مراته بتشتغل في الشقه دي وابنه هنا وبنته هنا وبيقعد يلم فلوس. فطبعا الفقر مهم، والفقر ده اللي بيؤدي كذلك الى ان ما يكملوش دراسه ويبقى في خروج من التعليم او انقطاع عن التعليم ويبقى في تسرب، ودي كلها مشاكل طبعا متراكمة ومحتاجة وقت، بس محتاجة جهد، ولازم نعرف كده. أيوة محتاجة وقت ولكنها محتاجة جهد. عندنا من يمكن البعض يقول لك الحاجات دي جديدة، لا احنا عندنا بيانات بحوث وبحوث كتيرة جدا ابتدينا عشان نعرف مدى عمق هذه المقولات الخاصة بالزواج المبكر والإنجاب المبكر ودور الفقر. كل ده احنا عندنا دراسات وبحوث واكتشفناها، واكتشفنا العلاقة بينها وبين معدلات المواليد مش عاوز اقول من السبعينات من القرن الماضي، ولكن وصلنا لتشخيص الداء وكتبنا الروشتة اللي مفروض في الروشتة دي مقصود بيها طبعا الاستراتيجيات والخطط السكانية، ولكن الدواء اللي مطلوب ما جاش بالكم المطلوب والكيف اللي مطلوب، مما أدى إلى وضع خطير. وده زي ما بقول اللي أدى إن الرئيس يتدخل، ولسه عاوزين منه تدخل
مش بس كده، لا مطلوب من سيادته تدخل، لان احنا لما الرئيس بيتكلم يبقى فيه جهد ونشاط وبعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة بنرجع تاني للرتم البطيء بتاعنا. سيد حضرتك، احنا معنا هذا الاتصال الهاتفي من الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا واستاذ النساء والتوليد بجامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبرحب بالدكتوره هشام. يعني حضرتك شايف جهود الدوله في اطار الحد من الزياده السكانيه، حضرتك شايفها ازاي؟ يعني خلينا نبدا الاول بلغه الارقام، نقول ان احنا يوم 22 يوليو عدد سكان مصر وصلنا 103 مليون و500 الف. قبليها باربع شهور او قبليها ب 120 يوم، يعني يوم 22 فبراير كان عدد سكان مصر 103 مليون. معنى كده ان حضرتك في اخر اربع شهور زدنا نص مليون نسمه. نقول الرقم ده كتير؟ طبعا، ان احنا لو تابعنا احاديث السيد الرئيس كان السيد الرئيس دايما بيتكلم عن المواطن في الشارع مش هيحس بثماره ماله اقتصاديه الا لما تتحكم في معدل الزياده السكانيه وتنزلي ليها ل 400 الف في السنه. يعني يمكن السيد الرئيس بيتكلم ان احنا عاوزين نزيد في السنه كلها 400 الف، وانا بحكي لحضرتك ان انت في اخر اربع شهور زدتي 500 الف. فبالتالي نقول في مشكله. يمكن نقول ان الدوله المصريه فاتحه هذا الملف من سنه 1965. سنه 1965 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسره، وانت دلوقتي في 2022، يعني معنى كان الدوله المصريه فاتحه هذا الملف بقى لها 57 سنه. في دول كتير ابتدت معانا في الستينات قفلت الملف ده من 15 ل 20 سنه. يعني يمكن نقول احنا متاخرين، متاخرين. يعني احنا لو قفلنا الملف ده دلوقتي وقدرنا نوجد هذه الحلول هنكون متاخرين على الاقل من 15 ل 20 سنه. ف يعني محتاجين يمكن جهود اكتر. ويمكن كنت لسه سامع الدكتور هشام وهو بيتكلم على فكره ان دايما ان القياده السياسيه هي اللي دايما بتشير لخطوره الزياده السكانيه، وده اللي بيخلي دايما الناس تتكلم. بس محتاجين دايما يبقى في استدامه في الجهود. يعني احنا بنقول دايما احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. محتاجين طول الوقت نشتغل، محتاجين طول الوقت ان احنا نتكلم مع الناس. قد يكون موروث جوه الدماغ المصريه ان العيل بيجي برزقه، فمحتاجه خطاب ديني معاصر يشرح للناس ان ازاي طفلين متربيين كويس ومتعلمين كويس ممكن هيكونوا افيد لبلدهم ولدينهم ولعيلتهم من اربعه او خمسه تعليمهم ضعيف او صحتهم فيها مشكله. فبالتالي محتاجين طول الوقت نشتغل على الناس. جزء منه زي ما اتفقت مع حضرتك اللي هو خطاب ديني معاصر، محتاج الاعلام طول الوقت يكون فاكر قضيه، محتاج الاعلام حتى مش بس يتكلم يتناقش اخطار الزياده السكانيه، اتمنى ان الاعلام اشوفه بيستضيف دكاتره نساء ويتكلموا عن وسائل منع الحمل ويطمنوا الستات ازاي ان وسائل منع الحمل اللي موجوده في مصر امنه وفعاله. حضرتك نفكرها بالعقل، قد تكون الست المصريه اللي في افقر قريه في مصر مش ما تفهمش كلام الاقتصاد العميق او لما اقول لها معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. بس محتاجه ان احنا نطمنها ازاي ان وسائل منع الحمل امنه وفعاله، محتاجه اطمنها ان انا لما بقول لها نظمي اسرتك وهذه طفلين ده عشان صحه عيالك تكون احسن وعشان صحتك تقدري تستمتعي انت وجوزك بالصحه اكثر. التعليم محتاجين عليه شغل اكثر، لا زال في بعض محافظات مصر عندي نسبه الاميه بين بنات وستات مصر في بعض المحافظات تتجاوز ال 40%. فمحتاجين واحنا في 2022 نقول لا خلاص نشد خط، ما ينفعش يبقى في اميه بين بنات وستات مصر. كل حل القضيه دي هو في تمكين المراه، دايما بقول تمكين المراه هو الحل. الست اللي هتتعلم هي اللي هتقدر تشتغل، هي اللي هتقدر تمكنيها جوزها. لو قال لها هات العيل الثالث هتقول له مش فاضيه، لا ده انا عاوز اترقى في الشغل او عاوز اخد الماجستير او الدكتوراه. فالحل دايما بقول انك ترفعي سقف طموح بنات وستات مصر، بس عشان اجيب الخطوه دي يبقى لازم اعلم، ولما اعلم هقدر اشغل، ولما اقدر اشغل هقدر امكن. فبالتالي ده يساعد في جزء كبير جدا من حل المشكله. طبعا النقطه الاساسيه ان يبقى عندي اطار مؤسسي مظبوط يدير هذا الملف. يعني قد تكون هذا ما ينقصنا حاليا. في الفتره الذهبيه لهذا الملف في الثمانينات والتسعينات كان عندنا اطار مؤسسي واضح يدير هذا الملف، وقد يكون ما ينقصنا حاليا ان يبقى عندك اطار مؤسسي يدير هذا الملف. يعني بالعربي كده محتاجين حوكمه ملف السكان في مصر. دكتور عمرو، يعني في بعض بيرى انه المفروض موضوع الانجاب بيكون عليه عقوبات، وفي بيقول لا ممكن يكون في حوافز، نظرا لانه ان هذا الملف او هذه القضيه ما هيش محكومه بشكل كبير بالطبقه المتوسطه او الطبقه العليا او الطبقه المتعلمه اساسا. يعني خلينا نقسم نقول ان الحوافز نوعين، حوافز ايجابيه وحوافز سلبيه. يمكن الدوله المصريه في المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه هي حاطه فكره الحوافز الايجابيه، ده اللي احنا محتاجين نستخدمه. السلاح ده عمرنا ما استخدمناه ولا فعلناه،
فاحنا نتمنى ان احنا الدوله الحمد لله ما بتستخدمش سلاح الحوادث السلبيه، احنا بس اللي محتاجين نركز عليه اكتر ونبينه للناس فكره الحوادث اللي جايه، ان احنا نشجع الناس. خلي بالك حضرتك، قرار الانجاب هو قرار شخصي مبني على المعرفه. يعني ايه قرار شخصي؟ انا حضرتك من حقك تقول انا عاوز اتجوز امتى، ومن حقك اجيب عيل او اثنين واجيب المباعده من بينهم قد ايه، بس هو مشكلتك في مصر هو قرار مبني على المعرفه. انا هنا عندي تقصير ان الست ما عندهاش المعرفه الكفايه، انا محتاج بقى اديها المعرفه، افهمها انت هتستفيدي ايه لما تجيبي طفلين، هتستفيدي ايه لما تعملي مباعده بين الحمل والثاني من 3 لـ5 سنين. يعني دايما ببساطه حتى الستات نقول لهم ايه، الست اللي هتحمل وهتولد وهتحمل ثاني على طول هي بتظلم 4 أشخاص. يعني انا بقول لها اعملي مباعده عشان ما تظلميش الـ4 أشخاص دول. اول واحد هي بتظلمه الطفل اللي هي لسه والده من شويه، لان هي لما تحمل ثاني على طول دكتور النساء هيقول لها بطلي رضاعه، يبقى كده حرمت الطفل ده من لبنها ومن صدرها وحنانها. ثاني واحد هي بتظلمه جسمها، الحمل ده رحله مهلكه بتسحب من رسوب جسم الست من فيتامينات ومعادن، فبالتالي لما تحمل ثاني على طول يكون اكثر عرضه للانيميا وهشاشه العظام، وبعد شويه الست دي تعجز وصحتها تروح. ثالث واحد بتظلمه الطفل اللي في بطنها دلوقتي، لما تحمل وجسمها ضعيف تبقى اكثر عرضه ان الطفل ده ولاده مبكره وتجيب لك طفل وزنه صغير وممكن يخش حضانه. رابع واحد بتظلمه هو الزوج، في الاخر زوجها محتاج حب وحنان، طب هي اثناء الحمل هي تعبانه، هتولد هترضع لسه تعبانه، هتحمل ثاني هتبقى تعبانه، فبالتالي العلاقه الاسريه بينهم هتتاثر. عشان كده احنا بنقول للناس ايه؟ احنا عاوزين نعمل مباعده من الحمل والثاني، عاوزين نعمل تنظيم الاسره عشانك وعشان جوزك وعشان عيالك. دكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، واستاذ نساء وتوليد بجامعه القاهره، شكرا لحضرتك كنت معنا هاتفيا. بنرحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعيه الاحصائيه المصريه واستاذ السكان بجامعه القاهره. ويعني حضرتك شايف انه احنا عندنا شريحه سكان في مصر فيها فئه الشباب كبيره، هذه الفئه ممكن يكون في يعني دي ميزه عندنا، واحنا ممكن ان احنا يتم الاستفاده بده كمان من انواع الخصائص السكانيه. طبعا ولازم، ده واجب علينا، مش بس لموضوع السكان ولكن لموضوع التنميه بصفه عامه طبعا. فلابد من تاهيلهم وتوفير اولا التاهيل المناسب طبقا لاحتياجات التنميه، فده شيء هام وهام جدا. وبعدين لازم نوفر استثمارات اللي بتساعد في خلق وظائف عمل حقيقيه للشباب دول، وهي دي مشكلتنا الاساسيه. لو يعني اتكلمنا بالنواحي الاقتصاديه بحته، فهي مشكلتنا الاساسيه الشباب وتوفير زي ما قلت فرص تعليميه وفرص تدريبيه لتدريب وتاهيل الشباب، حتى في المبادره الجديده بتاعه الاسره المصريه بالنسبه للتمكين الاقتصادي للسيدات، فالمحو احد المحاور هو التمكين الاقتصادي للسيدات، وده من خلال توفير تدريب على انشاء اللي هي مشروعات التمويل الصغير، وتوفير تدريب على اداره المشروعات كذلك للسيدات. مش معقول هنقول، وده بنقوله من زمان يعني، ايوه لازم نوفر الامكانيات اللي تمكن السيدات من انهم يشاركوا في سوق العمل من خلال توفير قروض صغيره او متناهيه الصغر، ولكن محتاجين برضو اساسا قبل ما نديهم ونشجعهم ونديهم قروض توفير التدريب اللازم لإدارة المشروع اللي هتقوم به السيدات. الشباب هم الأساس في أي مبادرة، مش بس المبادرة الخاصة بالأسرة المصرية. هشام، هل نحن في حاجة للإعلام علشان نقدر
ننشر الوعي السكاني ام انه قوافل ام انه يعني حضرتك شايف الواقع ازاي؟ ده الاعلام ده نمره واحد والاعلام باشكاله المختلفه المسموع والمقروء والمرئي. ولما بنتكلم على دولة فيها نسبة أمية 20 أو 25%، يبقى الإعلام المرئي مهم جدا توفيره. وحتى استخدام دلوقتي الميديا والوسائل الانترنت والحاجات دي التواصل الاجتماعي في محاولات وفي مشروعات لاستخدامها، ولكن الكلام ده كله محتاج زي برجع ارجع للكلام اللي بقوله ان ده محتاج الى اداره، والاداره الحازمه محتاجه الى قائد يكون يتابع كل كبيره وصغيره لتنفيذ المشروع. اذا ما كانش في قياده جامده على مستوى الملف السكاني فاحنا برضو هنيجي اذا ربنا ادانا عمر يعني ونقعد مع سيادتك السنه الجايه نتكلم في نفس الموضوع. ف انا زي ما بكرر يعني شكرا للرئيس على مبادرته واهتمامه بهذا الملف، ولكن بنقول احنا لسه العمليه محتاجه جهد ومحتاجه توجيهات مستمرة من الرئاسة علشان نوصل لأهدافنا زي ما غيرنا وصلوا له. احنا انا كنت مدير حاجة اسمها المركز الديموغرافي، وكنا الوفود جاية رايحة انتوا عملتوا ايه عشان تخفضوا معدل النمو ومعدلات المواليد. الكلام ده حصل ابان انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنميه اللي انعقد في القاهره في تسعينات القرن الماضي، وكذلك طلبوا مننا ان احنا نبعت خبراء لانشاء او اعداد الاستراتيجيات تتناسب مع مجتمعاتهم وفي نفس الوقت يستفيدوا من خبره مصر في هذا المجال. فزي ما قلت احنا شفنا العيان من زمان وكشفنا عليه وكتبنا له روشتة من خلال البحوث والدراسات، ولكن التنفيذ الروشتة او اخذ الدواء او توفير الدواء ما تمش بالطريقة اللي كنا متوقعينها واللي احنا في امس الحاجة اليها دلوقتي. ايوه عندنا خطط، عندنا استراتيجيات، التعليم مهم، الاعلام مهم، توفير الوسائل مهم، تدريب الطبيبات مهم، كل ده مهم، ولكن مين اللي هيمسك المايسترو؟ لازم يكون مايسترو، حتى يعني مش عاوزين ندخل في تفاصيل شخصية المايسترو ده، مش أي واحد يعني هشام ما ينفعش، محمد ما ينفعش، لازم في معايير، القدرة على القيادة، القدرة على المتابعة، القدرة على التفاعل مع الجماهير في مؤتمرات في التوعية وهذا الحاجة، ولازم طبعا يكون في احتياجاته لهذا المايسترو محتاج قطعا فريق عمل، والفريق عمل يكون مؤهل، وكل الكلام ده هو يعني يا ريت كمكمل للمبادرة اللي هي نفكر في توفير المايسترو ده. بالإضافة كمان إلى حاجة بنتكلم عليها من زمان اللي هي الاستراتيجية السكانية، يا ريت توضع في شكل قانون. القانون لا يتكلم عن كفاية طفلين كفاية طفل، لا بنتكلم عن الاستراتيجية على تتحول الى قانون مادة اولى، على وزير التربية والتعليم ان يعمل كذا كذا، على وزير التعليم العالي كذا، على وزير الصحة كذا، اختصاصات كل وزير
توضع في شكل قانون. ليه قانون؟ لأن القانون ملزم. القانون ما بيتغيرش بتغير الوزير، بعكس اللوائح والقرارات دي. القانون ملزم، ممكن المسألة للشخص أو المسؤول ساعتها عن أي من الملفات ده هي ممكن يقبلوا تساؤل في مجلس النواب، ليه يا وزير انت ما عملتش كذا وما تحققتش نتائج و و و و العمليه عاوزه زي ما بقول شبه صحوه جامده، صحوه جامده. انما مش عاوزين ان السياسه توضع او الاستراتيجيه والرئيس يباركها ويعلنها وبعدين نرجع تاني نقعد مع سيادتك ناشطه. احنا يعني في فترة من الاوقات كنا بنشوف في زي سيارات متنقله، او انه في كل وحده صحيه في القرى تحديدا كان بيبقى في اعلان واضح عن وسائل تنظيم الاسره، وكان بيكون في زي مشرفات او في حد بيكون بيفهم السيدات بوسائل تنظيم الاسره. الدور ده موجود ولا حضرتك شايف انه يمكن ان هو يوكل لمنظمات مجتمع مدني اذا لم تكن وزاره الصحه عندها الاعداد الكافيه؟ لا اعتقد لا زال، بس برضه تبص تلاقي في فتره معينه العربيات دي واقفه ليه؟ عشان ما فيش فلوس نجيب كاوتشر العربيه، فتلاقيها مركونه ما بتقومش بدورها. كل الحاجات دي محتاجه زي ما بيقول مايسترو يتابع وياخد اكشن. هشام ما بيشتغلش، مع السلامه هشام، وكل واحد يقوم بدور. الاستراتيجيه موجوده وفاهمينها، وما بعد ذلك بدايه التنفيذ. والتنفيذ محتاج مع بدايه التنفيذ لازم تكون بدايه للمتابعه، والمتابعه الهامه يعني متابعه مش كل شهرين ثلاثة أربعة، لا دي عاوزة متابعة يعني مش عاوزة أبالغ لو قلت يومية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات المختلفة، وتحميل المحافظين مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجية، وما يبقاش كلام مكتوب على ورق وخلاص. أنا مرة حضرنا اجتماع لمجلس السكان على مستوى القاهرة، المجلس المحلي للسكان لمحافظة القاهرة، فبيسألوا بتاع التربية والتعليم أو وكيل وزارة التربية والتعليم إيه نشاطك بالنسبة للاستراتيجية؟ فقال خلال الشهرين اللي فاتوا عملنا مش عارف 20,000 لقاء، كلام يعني يدل سد خانة وخلاص. فالعملية مش محتاجة أو يعني مش ما تحتملش تأجيلات أكتر من كده. أكيد المؤسسة الدينية لها دور كبير، وإنها لازم إنها يتم تفعيل دورها، وإنها زي ما حضرتك بتقول في ظل أو في إطار الاستراتيجية إنها يكون لها دور، إنها تلقي الدور تقوم بدورها في أهمية تنظيم الأسرة. المحور طبعا ده مهم، وجاء ذكره في الاستراتيجية الأسرة المصرية اللي أعلنت، إن في دور مهم للقيادات الدينية في توعية السكان وخاصة في القرى لأهمية تنظيم الأسرة، وأن تنظيم الأسرة أفتى أكتر من مفتي بأن هو حلال ومش حرام. فالكلام ده راجب طبعا، وكان في برامج تدريبية لهؤلاء الدعاة، وفي هذه الفترة اتخرج عدد لا بأس به من الدعاة،
ولكن لازم نعرف برضه الشخص بياخد تدريب، اشتغل سنتين ثلاثه، سني بيكبر وحال على المعاش، فلازم التجديد ده يكون مستمر، وطريقه التدريب لازم تطور، ما تبقاش تلقين ولكن تبقى بالحوار وبالاسانيد وتمشي، يعني ما نستناش انهم يجوا لنا نجيبهم القاهره، ما نروح لهم هناك. زي مثلا الكلام عن وضع مقررات دراسيه، يعني كورس ياخدوه للطلبه المدارس، الموضوع ده سهل ومهم. انا عندي حوالي 25 مليون طالب ممكن اوفر لهم تدريب على حسب سنهم، بحيث ان تدريب مجانا، فكرة طبعا جديدة بالدراسة طبعا، والاستراتيجية الجديدة برضو فيها هذا المحور ان شاء الله. يعني في ختام هذا اللقاء بتوجه بالشكر للدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية المصرية، أستاذ السكان بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا بكرة إن شاء الله حوار اليوم، فإلى اللقاء. أهمية تنظيم الأسرة، وأن تنظيم الأسرة اللي أعلنت أن في دور
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حوار اليوم. توتر جديد تشهده القاره الاوروبيه بعد اعلان حلف شمال الاطلسي الناتو اتفاق قاده الحلف على دعوه فنلندا والسويد رسميا للانضمام الى الحلف. في تحول تاريخي تستعد الدولتان رسميا لانهاء عقود من الحياد والانضمام الى حلف شمال الاطلسي الناتو. وأزيحت العقبة الرئيسية الأخيرة لدخول البلدين إلى التكتل عندما أسقطت تركيا معارضتها للأمر الثلاثاء الماضي خلال قمة الناتو المنعقدة في مدريد. ومن المتوقع أن تصبح الدولتان أعضاء كاملين بحلف الناتو، مما يدعم الجناح الشرقي للكتلة في غضون أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن الخطوة تحمل في نفس الوقت بعض المخاطر تتعلق باستقرار روسيا ووجود الدولتين قرب حدودها. ونستعرض السبب وراء الخطوة وما يحدث لاحقا مع الأستاذ مصطفى كمال، باحث في شؤون الأمن الإقليمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ حنية. مشاهدينا نلتقي بعد هذا التقرير. خطوات متسارعة تتجه بفنلندا والسويد نحو حلف شمال الأطلسي خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في سياسات عدم الانحياز التي انتهجتها البلدان على مدى عقود من الزمن. فالحلف أعلن الأسبوع الماضي التوصل رسميا لعملية ضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، مؤكدا أن ضم الدولتين سيجعل الحلفاء أكثر أمنا وسيزيد من قوة الناتو الأطلسي وأمن منطقة أوروبا. القرار جاء عقب تخلي تركيا عن معارضتها لطلب الدولتين الانضمام للحلف خلال اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل بدء قمة الناتو في مدريد الأربعاء الماضي. في المقابل يثير أي توسع للناتو حفيظة موسكو التي قاومت تاريخيا أي توسع له باتجاه الشرق وأدانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه. لكن التحذيرات الروسية المتزايدة من التداعيات السياسية والعسكرية دفعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية، وبذلك سيصبح الحلف مباشرة على أبواب روسيا، وستضاعف عضوية فنلندا طول الحدود البرية للناتو مع روسيا إلى حوالي 2600 كيلومتر. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تنزعج إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه حذر من أنها سترد على أي تهديدات. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، برحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ مصطفى كمال، الباحث في شؤون الامن الاقليمي. يعني السبب الرئيسي لانشاء الناتو كان احتواء الاتحاد السوفيتي في روسيا لاحقا ثم في روسيا. هل تغيير الحلف من نهجه الدفاعي والتصعيد مع موسكو يثير او ينذر بحرب عالميه؟ هو في ظل الاستمرار على الوضع الحالي احنا متجهين الى هذا السيناريو، وهو سيناريو كابوس. طيب هل فعلا زي ما حضرتك قلتي ان هو المهام الحلف نفسها في 91 اتغيرت عن اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي هو حرب مفتوحه. أيوه. على ارض محايده ما بين روسيا من جانب والنيتو من جانب تاني. الارض المحايده هنا هي اوكرانيا. روسيا لديها بعض التخوفات او مش تخوفات، هي لديها بعض الطموحات والتطلعات اللي بتحاول تحققها على الارض الاوكرانيه. على الجانب الثاني مهمه حلف الناتو ان هو درء او فكره تعزيز الردع الامني، ان هو ما يخليش القوات الروسيه على فيها توسعات او تخليها على حدود هذا التحالف. طب السيناريو اللي موجود بين الاثنين مع اطاله امد الحرب، يعني كانت الحسابات الروسية في البداية ان الحرب تكون حرب خاطفة تستمر عدة ايام ويحقق السيطرة الكاملة على اوكرانيا، ده ما اتحققش ومش هيتحقق في الوقت القليل اللي جاي بسبب الدعم من حلف الناتو للقوات الاوكرانية.
طب إطالة الأمد ده هيكون في سيناريو التصعيد إن هو ينزل بحرب مباشرة؟ بالتأكيد ممكن ينزل، لأن في يعني خطوط حمراء أو حافة هوية بيلجأ إليها الاثنين والتهديد بها علنا. يعني لو احنا قلنا ان في تحول تاريخي حصل في العقيده عقيده نيتو، واذا كانت فكره تصنيف روسيا على انها هي التهديد الاستراتيجي والمباشر لم تحصل في السابق على موافقه دول، يعني ما حصلتش قبل كده على موافقه دول الحلف والاتحاد الاوروبي. ده حقيقي، هو في تحول زي ما نقول كده مش في العقيده قد ما هو في التوجه الاستراتيجي للحلف. الحلف في توجهه الاستراتيجي الجديد هو بيرفع حاجتين اتنين. اول حاجه رفع مستوى التهديد من روسيا الى مستوى تهديد، مش بس روسيا، لا الدول الحلفاء اللي روسيا رفعهم الى مستوى التهديد. اول مره نشوف ان الحلف بيحط الصين في مكانه المتحدي او دوله متحديه او دوله ينظر منها. المرة الثانية هو ان فكرة ضم، يعني حط في توجه الاستراتيجي ضروري ضم اعضاء جدد وتوسع رقعة الردع، وده اللي احنا بنشهده ان فنلندا والسويد ان اجراءات انضمامهم هتشهد خطوات سريعة جدا. يعني هو سواء كان التصويت في البرلمانات او الخطوات اللي هم ياخدوها لحلف نيتو هتبقى خطوات سريعة جدا لتعزيز الردع الامني وفقا للبند الخامس والبند السادس من بروتوكول حلف نيتو. هو النيتو مش غير في استراتيجيته قد ما هو عدل في التوجه الاستراتيجي بتاعه. يعني نقدر نقول ان انضمام هذا الانضمام بالنسبه لفنلندا والسويد هل هيأثر على انضمام على مسار حرب اوكرانيا؟ هيأثر بالتاكيد، لان في مع حدود تماس اللي احنا بنتكلم فيها ان مثلا ان المعركه اللي جايه هتبقى معركه سلوفاكي. ممر سلوفاكي ده هو الممر اللي ما بين ليتوانيا ولتوانيا لدول حلف لدول البطريق، وده هيبقى هو المعركه القادمه. طب المعركه القادمه دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى كل الدول الحلف النيتو اللي موجوده على بحر البلطيق. طب بحر البلطيق ده هتبقى في الاساس اول خطوه منه ليه هتبقى هي بولندا والسويد، هتبقى المهددين الروسيين. ولمجريات الامور اللي بتحصل على ارض اوكرانيا كانها ارض محايده لا تستدعي تدخل مباشر وفقا للبند الخامس والبند السادس من حلف النيتو، هو ده اللي بيخلي في تسرع، ان اللي بيحصل على ارض اوكرانيا مخيف جدا لكل اوروبا، فده اللي بيخليهم يسرعوا ان هم ينضموا في الحلف علشان يكونوا واقعين تحت البند الخامس والسادس اللي هو بينص على ان وفقا للبند الخامس ان اي تهديد لارض دول حلف النيتو هو تهديد على الجميع، والبند السادس بيلزم الدول بالتدخل العسكري لحمايه هذه الدول. فنلندا انضمامها هيعد استفزاز لروسيا، انها عندها حدود مع روسيا 1300 كيلومتر، فهذه القوات في حال نشرها هيكون في خط مواجهه كبير مع القوات الروسيه. وهو ده السيناريو يعني ده السيناريو من سيناريوهات الحرب اللي ممكن تؤدي الى صدام مباشر ما بين روسيا وما بين حلف النيتو، ان القوتين مش هيبقى بينهم مساحه حياه، هيبقوا على حدود تماس او على حدود واحده ما بين روسيا من جانب والحلف النيتو من جانب تاني. فانضمام فنلندا ده هيؤدي لشكل من اشكال التصعيد بين الدولتين، هتبقى حلف النيتو على حدود روسيا وروسيا بتعمل حشد عسكري كبير جدا على حدودها سواء من خلال فنلندا او من خلال بولندا. الاثنين في حشد عسكري كبير جدا وروسيا بتندفع وبتعلن عن طموحها بشكل واسع جدا، ومع الجانب التاني حلف النيتو بيرفع من رايه التحدي وبيحاول يستنزف قدرات الروسية ويخلي روسيا تستخدم أسلحة ما أعلنتش عنها أن هي تستخدمها في الحرب ويجرها لحرب ممتدة أو حرب مفتوحة. هتبقى خسارة للجانبين وهيبقى هنا البقاء لمين أن يستحمل التكلفة أكتر. لكن فنلندا بتعتبر إضافة كبيرة لحلف النيتو نظرا اللي عندها قوات جيش 280 ألف جندي 900 ألف آخرين احتياط، أيضا السويد كمان رفعت فقه الدفاعي بشكل مضطرد، يعني ده بيجعلهم الاثنين اضافه لحلف النيتو. روسيا اخبارها ايه؟ الاثنين اضافه لحلف النيتو بالتحديد، وكمان ان حلف النيتو بيرفع من ميزانيه كل اعضائه بنسبه 2% من الناتج القومي. على الجانب الثاني ان المانيا اعلنت على خطه طويله الامد بقيمه 100 مليار دولار او 100 مليار يورو في زيادة تسليحها بالنسبة لمواجهة الروس. على الجانب الثاني من روسيا بتصعد بشكل
تكتيكي جديد. هي دخلت في مساحة واسعة جدا في أوكرانيا، حصل لها بعض الخسائر، عادت انتشار قواتها، تمركزت في الشرق، عززت من قدرات دفاعتها، عدت خطتها الهجومية، بدأت تأثير الامدادات اللي بيقدمها حلف نيتو لأوكرانيا بقى تأثير ضعيف بسبب إعادة الانتشار أو إعادة التوجه الاستراتيجي لوجود القوات الروسية في أوكرانيا. ده ادها قدرة ان هي تدي مناورة كبيرة جدا مع الحشد الكبير اللي بتحشده روسيا، ولغاية دلوقتي اللي لسه ما استخدمتش أسلحتها الثقيلة أو فكرة اللي هي شفناها في حروبها السابقة، سواء كانت في الشيشان أو سواء كانت اللي موجودة في سوريا أو الضربات المباشرة الكبيرة جدا اللي موجودة في سوريا، ده كله ده لسه ما استخدمتوش، بس ده هي بتهدد بيه. التهديد الأكبر من كده إن بوتين أعلن صريحا إن كل الأمور واردة، كل الأمور واردة بما فيها السلاح النووي. النووي التهديد الكبير هو التهديد النووي الحقيقة. بالظبط. السويد وفنلندا في نفس الوقت بيتمتعوا بمظلة، بمظلة حماية بتوفرها المادة 5 من ميثاق حلف الأطلسي، بتجعل أي عدوان على دولة عدوان على الحلف بالكامل بما يستوجب الرد. يعني الحرب كده داخلة في صدام مباشر، في صدامات وفي منحنيات ومنعطفات، يعني شكلها يعني الحرب هي وفقا للظروف اللي موجودة حتى الآن على الأرض والانتشار الروسي من جانب والقوات الأوكرانية بالدعم من حلف الناتو بيدل ان الأزمة ما زالت أزمة ممتدة. استمرار الأزمة لفترة أكبر ده هيؤدي إلى احتمالية التصعيد المباشر أو المواجهة المباشرة هتكون عليها. طيب الحل هيكون إيه؟ لجوء الأطراف إلى التفاوض من خلال وساطة تركية أو وقبول روسيا. المفروض إن الطرفين يقعدوا ويتفاوضوا لتقليل الخسائر على طرفي النزاع والتأثير على العالم كله. ده لو فشل هيؤدي إلى احتمالية التصعيد واحتمالية الصدام المباشر هتكون أعلى. مش هيكون بس استخدام للبند الخامس، هيكون استخدام للبند السادس، إن هو يكون إن اعتداء على دول أي من دول حلف الناتو سيستلزم إن الحلف مطالب بالتدخل للدفاع عن هذه الدول. ده هيعرض المناطق الشمالية لأوروبا إنها تخش في حرب مباشرة. بحرب مباشرة وحرب مفتوحة. وحرب مفتوحة في ظل الظروف الحالية التكلفة بتاعتها ممكن ما يخرجش منها العالم زي ما هو. العملية العسكرية اللي شنتها روسيا على أوكرانيا يعني دفعت بتغير تاريخي في موقف فنلندا والسويد بشأن الانضمام لحلف الناتو. ليه؟ العملية اللي شهدتها روسيا في أوكرانيا دي يعني خلت الوضع الإنساني داخل أوكرانيا صعب جدا. ما بينها إن هي دولة مش قادرة كقوة أوكرانية صرف، بس مش قادرة تواجه القوة الروسية الكبيرة جدا. ده خلاها إن هي تحصل على بعض المساعدات بطريقة غير مباشرة من الناتو. ولكن عشان وضع أوكرانيا إن هي مش دولة عضو، ده ما بيستلزمش المواجهة المباشرة ما بين وتدخل الناتو. طب الوضع الانساني اللي موجود داخل اوكرانيا حاليا تكلفته هتبقى عامله ازاي؟ تكلفه بايظه جدا في بعض الدول، في بعض المناطق يعني انتهت خالص. كمان محاوله السيطره على بعض المفاعلات النوويه زي تشيرنوبيل ولسه القوات يعني في انسحاب روسي منه، بس مش انسحاب كامل، يعني برضك في بعض الحمايات. التهديد من البنيه التحتيه والسيطره على مقدرات الدوله الاوكرانيه ده اساء الفزع، ان حاله الحياد هي مش حاله ايجابيه، لان حتى دوله الحياد هي دخلت الحرب ودخلت بحرب مباشره مع قوه كبيره جدا زي روسيا، وفي ظل ان عجز النيتو مش يقدرش يدخل تدخل مباشر لان خارج بروتوكول النيتو. فده اللي خلى الدولتين دول ان هم خوفا من هذا الوضع ان هم يحاولوا ينضموا للنيتو عشان يقعوا تحت البندين، البند الخامس اللي حضرتك قلتيه والبند السادس. هل بالفعل لم يكون لدى روسيا القدرات الكافية لإرسالها إلى الحدود الفنلندية أو للقيام بتدريبات تهديد أو إرسال الكثير من الطائرات بالقرب من المجال الجوي الفنلندي أو السويدي؟ حال انضمامهم لحلف الناتو سيكون صعب. قبل انضمامهم لحلف الناتو مش هيكون صعب، لأن احنا شاهدنا في 2021 تدريبات ما بين روسيا وبيلاروسيا في ممر سلوفاكي وعلى فكرة إحاطة بحر البلطيق، والتدريبات دي شهدت تطور نوعي إن أول مرة تحصل التدريبات بهذا الشكل بهذا الكمية، فده ضربت روسيا على هذه الخطوة من قبل. طب فنلندا والسويد كقوات كهما خاصة من قبل حلف الناتو
هل يقدروا يصمدوا؟ هيقدروا يصمدوا لفتره زمنيه. انما مع التدخل او التفوق العسكري الكمي والنوعي من ناحيه روسيا ده هيضعف قدراتهم. انما انضمامهم لحلف الناتو ده هيحط معادلتين جداد، اولا قوات حلف الناتو المجمعه، ثانيا التفوق التكنولوجي السلاحي لحلف الناتو، ده اللي هيقدر يخلي فيه مظله او يخلي فيه منصات دفاع جوي تقدر تواجه القوات الجويه الروسيه. مسؤول شؤون خارجيه الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل قال انه انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الاطلنطي الناتو من شانه ان هو يقوي الاتحاد الاوروبي. شايف ده يقوي الاتحاد الاوروبي من ناحيه الناحيه العسكريه. ماشي، هيزود عدد القوات، هيزود عدد القوات، هيزود نوعيه معينه من القوات، هيزود انتشار نوعي على جانب الحدود الروسيه. طب هو مش هيفتح واقع جديد في العالم اوروبا؟ هيفتح واقع جديد بس هيبقى مصدر تهديد، هيبقى ده يعني احنا هيبقى في حدود مباشره ما بين قوات الناتو من ناحيه والقوات الروسيه من ناحيه ثانيه، والتصعيد المباشر وفي ظل التصعيد الحالي والطموح الروسي اللي اعلنت عنه بشكل فج جدا في اوكرانيا، ده هيؤدي الى احتماليه الصدام المباشر، والصدام المباشر في وضع اقتصادي حالي ما اظنش ان العالم كله هيخرج منه سليم. يعني هيكون طبعا تهديد اكبر على المدنيين، يعني ده هيشكل على المدنيين ويكون هو اكبر فئه متضرره من الحرب الجاريه الان هم المدنيين والاوكرانيين، وشفنا عمليات هجره منظمه بين السكان في الشرق الى الحدود سواء كانت من خلال بولندا او من خلال دول حلف الناتو اللي متماسه مع اوكرانيا، وشفنا عمليات اجلاء رهيبه جدا. هناك تخوفات من الردع النووي. مظبوط، والتهديد النووي لاول مره يقوم بهذا الشكل. ده طبعا بيزيد توترات روسيا وبيزيد من مخاطر التسلح، وهل توسع الحلف بيجعل جهود السلام اكثر تعقيدا والسويد مكان اقل امنا؟ هو فعليا ان ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان فكره استمرار الحرب وفشل عمليات التفاوض السياسي ما بين روسيا من جانب واوكرانيا وحلف الناتو بشكل غير مباشر والولايات المتحده الامريكيه من الجانب الثاني، سواء كانت عن الدعوه للمفاوضات او عن طريق ان ندخل وسيط ما بين روسيا وما بين اوكرانيا زي الوسيط التركي والدعوه لحل لجوله مفاوضات، ده هو السبيل الوحيد لخفض حده الصراع وخفض تاثير حده الصراع على مستوى العالم كله. فبس استمرار الحرب واستمرار عدم الحسم سواء من جانب روسيا او من جانب الدعم الناتو لاوكرانيا من جانب تاني، ده هيخلي ان الازمه ممتده، ودخول فكره التفاوض وانا ما عنديش ورق ضغط كبير من الطرفين، ده هيؤدي الى فشل عمليه التفاوض من جانب واستمرار الحرب من جانب تاني. استمرار الحرب من جانب تاني مش هتاثر بس على امن منطقه اوكرانيا او بحر البلطيق بس، لا، هتؤدي الى تعديل فكره الامن الجامعي الاوروبي ككل. يعني هل نقدر نقول ان الحرب الروسيه الاوكرانيه ممكن انها تمتد الى صراع اوروبي شامل بيمتد لحلف الناتو؟ ده ممكن، وفي سيناريو واحد ممكن، يعني في سيناريو احنا ماشيين فيه، لو السيناريو ده تم بالشكل اللي هو تم الاعلان عنه سيؤدي الى حرب مباشره ما بين روسيا من جانب وحلف الناتو مجمع من جانب تاني. هو ممر سولوفيك، ممر سولوفيك ليه اهميه استراتيجيه، هو الممر اللي بيجمع ما بين روسيا من جانب وبيوصلها ما بين بيلاروسيا. طب الممر ده واقع ما بين دولتين لحلف الناتو اللي هما لاتفيا ولتوانيا. طب الممر ده لو تم السيطره عليه وروسيا اعلنت في مناورات قبل كده فكره التجربه ان هي تسيطر على هذا الممر. السيطره على هذا الممر يعني عزل منطقه البطليق بكل الدول اللي مطله عليه بما فيهم المانيا. طب السيناريو ده هيؤدي الى ايه؟ ده هيؤدي الى ان هو وقوع البند الخامس، ده اعتداء على دوله نيتو. اعتداء على دولة نيتو نلجأ للبند السادس اللي هو دول حلف نيتو مجمعة والحلف بكل قوته العسكرية بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بالتدخل العسكري لحماية هذه الدولة. هنا الصدام المباشر. طب الصدام المباشر ايه المتاح فيه؟ مبدئيا على كل الأسلحة متاحة بما فيها النووي، يعني قد نشهد حرب نووية حال استمرار الحرب ووصولها إلى يعني حدود التماس اللي بتأثر على دول حلف نيتو.
يعني ايه اللي يراقي الناتو عن الوقوف في وجه روسيا حتى اللحظه يعني؟ حتى هذه اللحظه هو ان روسيا بتتفوق بكم عدد من الاسلحه وكم عدد من القوات، على جانب الناتو بيتفوق بالعمل التكنولوجي ودقه استهداف الاسلحه اللي من قبل حلف الناتو، فده عامل شويه توازن. انما فكره ان هو تتحول لحرب مباشره هيتم استخدام كل الاسلحه فيها بما فيها ده، هنلجا بقى لدول عظمى هتبقى اول مواجهه مباشره ما بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه منذ حوالي ازمه الاسلحه القوية في 62. معظم اعضاء الناتو بيرفضوا الاستثمار في الدفاع عن انفسهم، هل بات الحلف اضعف عسكريا في مواجهه روسيا؟ ده حقيقي وبيعالجوه دلوقتي ان هم اعلنوا في التوجه الاستراتيجي بتاعهم الجديد ان كل دول حلف الناتو هتزود 2% من ميزانيه دفاعها. وعلى جانب تاني المانيا طلعت بتصريح ان قالت 100 مليار دولار هيكون زياده، هو هيبقى قرض متناقص لميزانيه الدفاع، وهتعيد انشاء قواتها من اول وجديد، يعني هتعيد تحديث قواتها ككل من اول وجديد. طب ودول الحلف كلها اعلنت مش بس احنا هنزود ميزانيه التسليح، لا هنزود فكره الردع وزياده زياده المعدل التكنولوجي في استخدام الاسلحه. مش بس كده، كمان بدانا نشوف في المساحه الاوكرانيه بعض التجارب لبعض الدبابات اللي بتوصل من دول حلف الناتو لاوكرانيا. بدانا نشوف التجربه بتاعت الاسلحه دي ومدى كفائتها. عاقت التقدم الروسي في جوانب كتيره جدا، ولكن ليست عامل حسم. عامل الحسم هنا لازم يكون قوات الناتو مجمعه بشكل مركز جدا، ماشي، على كمان ان القوات اللي موجوده على حدود التماس مع اوكرانيا كلها تتجمع وتخش في مواجهه مباشره. ده ممكن يكون هنا عامل الحسم، انما قبل كده ما اظنش ان هيبقى في عامل حسم ما بين روسيا وما بين حلف الناتو. احنا معانا على التليفون دكتور اسماعيل تركي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين والضيف الكريم استاذ مصطفى. واحنا بنتكلم عن يعني السبب الرئيسي ل انشاء الناتو وانضمامه ومواجهته مع الاتحاد السوفيتي. حضرتك شايف من بدايه مكان الاتحاد السوفيتي الى انه حاليا بقى روسيا، هل شايف طبيعه هذا الانضمام وخصوصا بعد ما انضمت السويد وفنلندا؟ يعني خليني اقول لحضرتك ونذكر الساده المشاهدين انه حلف الناتو اصلا كان يعني باتفاقيه انشائه كان حلف دفاعي هدفه حمايه حدود اوروبا الشرقيه في مواجهه الاتحاد السوفيتي اللي قام بعد كده في حلف وارسو. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهائه لجمهوريات شرق اوروبا وروسيا الاتحاديه التي اصبحت وريثه، كان هناك ضمانات حقيقيه من القاده الغربيين لبوريس يلسن للحفاظ على مصالح روسيا في هذه المنطقه وعدم التوسع الشرقي، وهو ما اكد عليه الرئيس بوتين مرات عديده انه لم يتم احترام المصالح الروسيه ولم يكتفي حلف الناتو بتغيير عقيدته والاكتفاء بتغيير طبيعته العسكريه والدفاعيه الى مهام اخرى، بل بالعكس اصبح يتوسع شرقا وضم على دفعات عدد كبير من الجمهوريات الروسيه المنفصله عن روسيا، ويعني وصل الى 30 عضو فاعل ونشط ومستمر في التوسع على الحدود الروسية. وبالتالي كان على روسيا على مدار سنوات أن تحمي أمنها القومي وأن يعني تعلن عدم رضاها عن التوسع شرقا وسياسة الأبواب المفتوحة لحلف الناتو، والتي يعني أصبحت واضحة وضوح العيان في العملية العسكرية التي قامت بها فجر الخميس 24 فبراير الماضي تجاه أوكرانيا بعد الاستفزازات الضخمة التي تم
تمت في الداخل الاوكراني ومشاكل شرق اوكرانيا في الدونباس، ويعني كان هناك خطوط حمراء اعلنتها روسيا على سبيل المثال ان عدم انضمام اوكرانيا لحلف الناتو هو خط احمر ولن تسمح به على الاطلاق. في ظل العمليه العسكريه المتفاقمه وزياده التهديد الامني في الداخل الاوروبي لعدد كبير من الدول، يعني سعت فنلندا والسويد الى التقدم بطلب للانضمام لحلف الناتو لاحراج القياده الروسيه، ويعني القول انه اذا كانت روسيا قامت بعمليه عسكريه تجاه اوكرانيا لعدم الانضمام وعدم توسع الحلف، وبالتالي هناك دولتين اخرتين ينضمان او تقدما بطلبي الانضمام ودعمتهما القيادات الغربيه على راسها الولايات المتحده، وبالتالي يعني تطعن في شرعيه العمليه العسكريه في اوكرانيا، لانه هناك فنلندا والسويد التي كانت تلتزم الحياد ويعني تخلت عن حيادهما للدوافع الامنيه والانضمام لحلف الناتو. ولكن في هذا الجزء جاء رد القياده الروسيه والرئيس بوتين، قال ان يعني ليس هناك اعتراض كبير على انضمام يعني فنلندا والسويد اذا كان هناك عدم يعني وضع قواعد عسكريه وقواعد صواريخ هجوميه في تلك الاراضي، وفي حاله وضع هذه القواعد وتمدد القواعد العسكريه في أراضي فنلندا والسويد سيكون هناك رد حاسم من الدولة الروسية لحماية أمنها. أنا بعتقد أنه الرئيس الروسي يتعامل في هذه المسائل يعني الخطط الرئيسية والخطط البديلة للتعامل مع كل حدث لحينه، يعني هو لم يبدي اعتراضه تماما على عملية الانضمام، وإن كان هذا ضد مبادئ روسيا الاتحادية، وإنما سوف يعترض بالاساس اذا كانت هناك قواعد عسكريه لحلف الناتو في تلك الاراضي او تهدد الامن القومي الروسي وتستطيع ان يعني ان تصيب العمق الروسي، وبالتالي كان هناك تصعيد للترسانة النوويه وصواريخ سارمات والصواريخ طويله المدى والصواريخ القادره على حمل رؤوس نوويه لايجاد التوازن النووي مع الدول الغربيه، وهو ما اطلق القيادات الغربيه في بريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ان هناك تصاعد كبير في يعني مساله التوازن الاستراتيجي في هذه المنطقه، ولكن يظل هناك لكل حدث حديث ولكل فعل رد فعل من يعني الرئيس الروسي بوتين. وانا اعتقد ان المساله هنا ليست بالاساس في مساله انضمام روسيا فنلندا والسويد الى حلف الناتو اكثر من انها مساله نشر صواريخ وقواعد عسكريه لحلف الناتو في تلك الاراضي تستطيع ان تصيب العمق الروسي. دكتور اسماعيل تركي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا عبر الهاتف، وبنرحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ مصطفى تميل الباحث في شؤون الامن الاقليمي. ويعني انت بنتكلم على تداعيات الصراع الامريكي الروسي، يعني شايف ازاي هذه التداعيات ان ممكن واشنطن ان سياسات واشنطن تدفع الى صدام عسكري مع موسكو. في فكره العقوبات اللي موجوده حاليا اللي فرضتها واشنطن من وراء حلف الناتو على روسيا، ده هتؤدي مؤديه لغايه دلوقتي لحاجتين. اولا تعثر داخلي في الداخل الروسي، ان يعني في بعض الظروف الاقتصاديه لبعض القاعده العامه في روسيا صعبه جدا. الجانب الثاني ردت على، وده بيؤدي الى التذمر ضد النظام الروسي، وده اللي بتدعمه الولايات المتحده الامريكيه، او هدف الولايات المتحده الامريكيه الخفي من وراء العقوبات هو ان يكون في ضغط شعبي على بوتين من داخل الاراضي الروسيه. على الجانب الثاني بوتين بيرد من ده ان هو معاه حنفيه الغاز، انتوا هتفرضوا عليا عقوبات وانا عشان اعدل من هذا هعمل بردك تصعيد كبير جدا ان انا مش هقدر اصدر الغاز الا بالعمله الروسيه، وده خرق للعقوبات. بتحاول الجانبين ان هم يتخطوا فكره موضوع الغاز، ولكن بوتين بالفعل بدا ينفذ تهديده وبدا يوقع على بدا يخفض تصدير الغاز لبعض الدول الاوروبيه من وراها الولايات المتحده الامريكيه. طب ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لشلل اقتصادي في الدول الاوروبيه،
طب الدول الاوروبيه هتعمل ايه؟ هيبقى في تذمر شعبي. فهي فكره الحرب بين الاثنين هو حرب الصمود، مين اللي هيقدر يستثمر اكتر. في وجهه نظر وتحليلي ان فكره ان الدول الديمقراطيه في امتصاصها للصدمات بتكون هي اكثر فعاليه بس اقل صمودا، بمعنى ان هي عشان دوله ديمقراطيه فبتقدر تتشاور مع القواعد العامه فبتقدر تتمص الصدمه، انما فكره ان هي عشان هي دوله ديمقراطيه فممكن يحصل غضب شعبي، ممكن يحصل اسقاط للحكومه، اسقاط للنظام، فده التغير. فالتغير اثناء الصدمات في الدول الديمقراطيه بيكون اكبر من الدول الغير ديمقراطيه. ايه الدول المحتمله انها ممكن تكون في جبهات قتال اخرى؟ كجبهات قتال اخرى يعني اذا انضمت فنلندا وتم نشر فيها قواعد لحلف الناتو وصواريخ موجهه الى روسيا ستكون ارض قادمه للمعركه الروسيه بين روسيا وحلف الناتو. المنطقه دي هي منطقه التماس. روسيا لن تسمح بوجود اسلحه تهدد الداخل الروسي على حدودها. وده اللي يعني لو احنا بنتابع يوميات الحرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا هلاقي ان التغير ان روسيا انتشرت كبير جدا في مساحه واسعه جدا في اوكرانيا في الاول ودخلت على حدود كييف ثم اعادت انتشارها في ناس سمتها انسحاب. هو ما كانش انسحاب، هو قد ما هو تغيير التوجه الاستراتيجي بتاعها، لان تم تهديد الداخل الروسي وبعض الطائرات من اوكرانيا وبعض الطائرات المسيره دخلت لمده 15 كيلو في الحدود الروسيه. فده ادى ان هي تتمركز في الشرق، تعدل من قوات الدفاع الجوي بتاعتها، ان عدم تهديد الداخل الروسي هو الاولويه الاولى لروسيا في الفتره القادمه. يعني نقدر نقول انه خيارات بوتين اصبحت ضئيله، اما انها تنسحب او توسع الحرب الى ما بعد اوكرانيا، او ممكن الاحتفاظ بما وصل اليه. هو في ثلاث سيناريوهات. طب ايه السيناريو اللي اقرا فيها؟ مجريات الامور متغيره جدا، يعني هو لو فضل في حرب طويله الامد دي هو افضل سيناريو ممكن يوصل ليه ان هو الاحتفاظ بما الاحتفاظ بشرق اوكرانيا ومحاوله التوسع على بعض الدول من طريق اوديسيا او الاحتفاظ طبعا بشبه جزيره القدم. ده اللي ممكن يحتفظ بيه. طب هل هو ممكن امتداد الحرب ممكن يخسره شرق اوكرانيا؟ ده يتوقف على مقدار الدعم اللي بتقدمه دول حلف الناتو لاوكرانيا، لان الدعم اللي بتقدمه دول حلف الناتو لاوكرانيا منقسم الى ثلاث مراحل. اول مرحله هي اسلحه دفاعيه بتسد الهجوم، ثاني مرحله هي اسلحه دفاعيه هجوميه بتقدر تتمركز وتقدر تشن هجوم، المرحله الثالثه اللي احنا لسه ما وصلناهاش هي بتسلم ان دول حلف الناتو تسلم اوكرانيا أسلحة هجومية وطائرات هجومية تقدر تعوض بيه الأراضي اللي هي خسرتها، وده يتوقف على مقدار الدعم من هنا ومقدار استمرار الحرب من ناحية تانية. في طبعا وجهات نظر بالنسبة للحرب الروسية، هو في خبراء عسكريين بيقولوا إن الجيش الروسي حقق تقدم بطيء مقارنة بالخسائر الكبيرة في المعدات وضعف المعنويات وضعف الخدمات اللوجستية. أنت شايف ده إزاي؟ شايف ده هو ده في حقيقي على وجه الارض في تقدم حصل من جانب روسيا، ولكنه تقدم ليس يعني احنا هنقارن هنا بايه هي الاهداف الروسيه اساسا من الحرب. في اهداف معلنه واهداف غير معلنه. الاهداف الروسيه المعلنه قالت ان هي مش عايزه انضمام دول الحياد لحلف الناتو، هل ده حصل؟ لا ما حصلش، بالعكس احنا شفنا في دول حياد بتتسارع للانضمام لحلف الناتو، فده اول هدف روسيا خسرته. تاني هدف ان هي بتحاول تمنع الوجود قوات من حلف الناتو على حدودها او التصعيد من قوات حلف الناتو على حدودها، هل ده حصل؟ لا ما حصلش، بالعكس احنا شفنا دول بتعمل استعدادات ودول بتحاول تقدم اسلحه زي بولندا لما حاولت تقدم طيارات لمساعده اوكرانيا. طيب من ضمن الاهداف الروسيه كانت ان هو التوسع في شرق اوكرانيا، هو توسع في شرق اوكرانيا ولكن بتكلفه عاليه جدا لان في قوات روسيه خسرها كتير. ده بالنسبه للاهداف المعلنه. طب الاهداف الغير معلنه، الاهداف الغير معلنه كانت روسيا من تدخلها في الحرب هي عايزه تتقي شر الثورات الملونه. هل ده حصل؟ لا ما حصلش، ان في تذمر كبير جدا من سواء كان في داخل روسيا او في بيلاروسيا او في المؤيدين كمان لاوكرانيا، المؤيدين لروسيا من داخل اوكرانيا من ويلات الحرب، بدا يبقى فيه زي ما نقول كده حساسيه صراع ان ليه اعاده الحرب في اوكرانيا عملت لهم صدمه،
والصدمه دي هي خلتهم ان في غضب على روسيا. على الجانب الثاني ان بقى الدول حلف الناتو وامريكا من جانب ثاني بتعلنها صريحه ان التعامل مع روسيا سيقوم بحالة اسقاط بوتين، وبداوا يعلنوا ده صريحه، فده جزء منه خسر. طيب ايه اللي هو كسبه؟ هو كسب بعض الاراضي اللي موجوده في شرق اوكرانيا حوالي 60%، حاول يقوم ممرات ما بين روسيا وجزيره الكرم، هو حاول في ده وكسب في حدود تم التنفيذ منه في حدود من 40 ل 60%. بس هل ده التكليف او هل المكاسب بتاعته دي في قصاد ان هو في شن ويلات الحرب او اماده اداء للحرب، ده هل ده هيكون عائد مقبول لعل هو كسبه؟ ده مش حقيقي. ان هو يعني هو كسب قد ما خسر، فيعني انت كسبت ايه بقى من الحرب؟ على الجانب الثاني حلف النيتو خسروا غاز، خسروا مصانع، خسروا وضع اقتصادي صعب جدا. طب استمرار ولات الحرب هيؤدي الى تفاقم الخسارات، ويعني مثلا الاحتياطي بتاع الغاز او استخدام الوقود الفحم او استخدام الوقود الاحفوري في اوروبا ممكن يخلي اوروبا تصمد لاخر السنه دي. طب السنه الجديده مش هنتكلم بقى عن تشغيل المصانع، لا مش هيبقى في وقود لتشغيل الدفايات في البيت، فهتحصل مجزره. طب هل احنا نقدر نقول انه بعد 3 شهور ان هي كده روسيا اتاخرت في تحقيق اهدافها، او انها كانت مسبقا عارفه ان هي هتعمل كده؟ لا، هي كان في حسابات خاطئه في البدايه وبدات تعيد توجه الاستراتيجي بتاعها للحفاظ على ما تم كسبه من هذه الحرب وعدم خساره فادحه اكثر او خساره ما هو اكثر من ذلك. ده بالنسبه للجانب الروسي. بالنسبه لحلف الناتو هو بيحاول يستنزف روسيا في كافه اسلحتها، ان هو يخلي تكلفه الحرب بالنسبه لروسيا بالنسبه للي هي خدته يخلي خسارتها اضعاف مضاعفه اللي هي ما تقدمش على التوسع مره اخرى باتجاه حلف الناتو. هل هو نقدر نقول انه بشكل او باخر مشهد شبيه بافغانستان؟ اسوا من افغانستان بكثير. افغانستان كانت يعني 6 دول او بتتضارس فيها، والطبيعه الجغرافيه في افغانستان ساعدت افغانستان نفسها على ان المستعمر او المتدخل الاجنبي ما يحققش مكاسب، على عكس اوكرانيا. اوكرانيا ساحه مفتوحه فخلت ان في مواجهات مباشره، فخلت ان التصعيد هنا له تكلفه عاليه لان في حرب دايره ما بين جانب مستعد بعدد اسلحه كبير جدا وجانب تاني بيحاول يجيب دعم عشان يقدر يوقف هذا التنوع. نقدر نقول ان اوكرانيا بقت نموذج عملي يمكن تطبقه واشنطن لتعزيز قدرتها، قدره حلفائها وشركائها على الدفاع عن انفسهم؟ لا، هذا نموذج فاشل. وده النموذج الفاشل ده هو اللي خلى كل دول الحياه تلجا الى الدخول تحت مظله الناتو، لان اوكرانيا لوحدها فضلت يعني في اول شهرين كانت تقريبا بتواجه الروس لوحده، الى ان طلبوا الدعم والدعم وصل لهم بشكل غير مباشر. ماشي، وده اللي قدروا يصمدوا بيه بعد كده. انما فكره ان اوكرانيا لوحدها هي من خلال دفاعها قدرت تقف قدام روسيا، ده مش حقيقي. ممكن روسيا تقود اوروبا الى مواجهه مباشره قريبا؟ ده حال استمرار توغلها والدخول في ممر سلوفاكي اللي ده هيؤدي الى اعتداء صريح على احد دول حلف الناتو، وهنا هتجري المواجهه المباشره ما بين روسيا من جانب وحلف الناتو وامريكا من جانب تاني. الحقيقه احنا وصلنا كده لختام حلقه النهارده، بتوجه بجزيل الشكر للاستاذ مصطفى كمال الباحث في شؤون الامن الاقليمي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذ حنان. مشاهدينا بكره ان شاء الله بنلتقي وحوار اليوم، فإلى اللقاء.